عندنا 13 المعاهد اللي موجوده في الدار البيضاء. هاد المعاهد كلهم الدراسه ديالهم فيها عاديه، بحيث بدينا الامتحانات ديالنا فاتح يونيو بطريقه عاديه. الاساتذه متطوعين الله يجازيهم بخير. حقيقه كان عندنا واحد امتي بروبليم ديال التاخير ديال الاجور ديالهم، مساله اداريه محضه، ما عندهاش ديزاريير بونسي او باغيين ينتقموا منهم. لقيت واحد العدد ديال الاشاعات اللي طلقات بعض الاخوان، الله يهديهم بكل صراحه، الله يهديهم، ان احنا خصنا نشوفوا الصالح العام، خصنا نبغيو بلادنا، ماشي نبداو نخلقوا في الفتان. بغاو يعملوا، بغاو يخدموا، واللي باغي يدافع على شي واحد البيبان ديال المسؤولين كلها مفتوحه، ما كاين حتى واحد تعرض لهم. دابا المسائل كلها نضات، على قبل تتعرف بان الميزانيه في المغرب تتحبس في 25 ديسمبر وما تطلق حتى لمود مارس، ماشي غير عندنا هنا في الدار البيضاء، في المغرب كله هادشي معروف. كاين هذاك التعطال ديال 3 شهور، الاجراءات الاداريه، اما باش حنطلقوا الاذاعه بان ما كاينش الفلوس، بان راه غادي يخليوكم غادي يجرجروكم، بان ودعوا وعطوا واحد البلباله في الوسط ديال الاساتذه بان ما تسينيوش لي ميموار، واحد البلعه ديال الهضاضر اللي بكل صراحه غير زايده. واحد العاده تيغلطوا الناس، تقول لهم راه لو سالير ديالكم رجع في يد الشركه، سي با فري. الشركه خدات النشاط الثقافي، خدات النشاط الثقافي باش غادي تشمل النشاط الثقافي في مدينه الدار البيضاء ككل، وخدات النشاط الرياضي كما خدات ستاد دونور، كما خدات الملعب المركب محمد الخامس، واحد العدد ديال الانشطه اللي تقوم بها معروفه، ما غاديش نذكر الاسم ديالها، راه معروفه على مستوى وطني. انا ماشي تندافع على الشركه، انا غير اللي توصلت به، ان الحمد لله الاتفاقيه اللي اتفقت ما بين مجلس المدينه وما بين هذه الشركه، اول شرط اللي شرطت عليها المدينه هو لو سالير ديال الاستاذ يكون مضبوط، اما لو 22 لو 22 او لو 23 لو 23، والاساتذه غادي يشوفوا هذا الشيء في الايام القليله المقبله ان شاء الله. الوضعيه المزريه اللي كانت منذ زمان هو ان الاساتذه، جميع الاساتذه هنايا فيهم جوج الانواع ديال الاساتذه هنا. فيه الاستاذ اللي تيشتغل في قطاعات اخرى كرجل تعليم او بنكي او خدام في شركه وتيجي يدرس عندنا هنا. وفي اساتذه متفرغين لمحترفين الموسيقى. كاين استاذ متفرغ وكاين استاذ يشتغل، هادو هما الانواع. المتفرغ هذا هو اللي عنده الوضعيه المزريه. انا كنت اصغر استاذ درست سنه وعندي 25 سنه. دابا انا 55 سنه، يعني 30 سنه في هذا الكونسيرفاتوار ديال التدريس وديال الاحتراف. لحد الان انا فاكاتير ما عنديش وضعيه. الاستاذ خصو يكون عنده ان بون سالير، سيرتو ان بروفيسور ارتستيك. استاذ فنان خصو يكون عنده ان بون سالير، ميو كان بونكي، ميو كان يعني موظف سامي يكون. تعويضات الاساتذه وخلاص السالارات ديال الاساتذه هو اللي خلاو هذا المشكل يتخلق. فوقع خلط بين ان ناس باغا تخلص ولكن كدير قدامها استاجر كيقول ان الا بغيت الا خصني يا اما تخلص يا اما ما ندوش الامتحانات. كاين اللي ضد، ان انا شخصيا ضد ان ليليف هو اللي يخلص هاد المساله، هو اللي تنزل عليه هاد المسؤوليه ديال ان كاين مشكل في الاداره لسبب او لاخر. ما حنا جينا، حنا ماشي غير انا، راه كاين بزاف الاساتذه. السبت اللي فات دوزنا لي زيكزام د سولفيج، هاد الاسبوع غادي ندوزو دوزنا الاقصائيات، بقينا والبارح حتى 11 ونص دليل دوزنا الاقصائيات ديال ماده القانون الناي والعود، والامتحانات تستمر. حنا ماشي دول العام الاول عندنا المشكل، حنا من نهار عقلنا وحنا عندنا هذا المشكل. قبل ملي كنت يلاه تعينت، لان هذه صافي 23 باش انا كنقري، راه كنا كنتخلصوا من الصيف للصيف، كان البايمون كله كنقريو العام الدراسي كله حتى لا فان دو موعد كنتخلصوا. الاستاذ خاص الوضعيه ديالو تسوى، خاص يتلقى حل لا على مستوى التغذيه الصحيه ولا على مستوى، كاين بزاف ديال المشاكل، ماشي غير مشكل الخلاصه، كاين مشاكل كثيره. الا كانوا غادي يلقاو ليها شي صيغه مرحبا، حنا ماشي اوني با كونتخ. حنا هذا المشكل كنعانيو وعانيو الاساتذه ديالنا اللي قبل منا. لي فاكاتير ما تيجلسش 30 سنه هو فاكاتير، ما كيجلسش 40 سنه. انا استاذي 45 سنه وهو في المعهد، وباه كان هو ولد المعهد، ونفس الاطار فاش كان.